دفن بالكنيسة المرقصية بالقاهرة برسامة غبطة الأنبا كيرلس السادس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في احتفال كبير اشترك فيه نحو 100 من رجال الأبليروس منهم جميع المطارنة والأساقفة. وقد خرج موكب البطريرك الجديد من القصر البطريركي إلى الكنيسة التي كان بابها مغلقا حسب التقاليد ليفتحه البطريرك بقوله افتحوا لي أبواب البر. الكنيسة في موكبه الحافل بين تراتيل الفرح. وقف البطريرك امام الهيكل وخرج المطارنة والاساقفة لرسامته وتلا مطران الجيزة التزكية وسلمها لغبطته. وقد شهد الحفل السيد عباس رضوان وزير الداخلية نائبا عن الرئيس جمال عبد الناصر. Thank you.